باسكت بول جيم، لعبة كرة السلة، يقول read and work out، اقرأ واكتشف the meaning of the words in red، اقرأ واكتشف معنى الكلمات باللون الأحمر. هنا عندنا opposites، معاكسات. معاكسات: this is the result of basketball game، هذه كانت نتيجة شنو؟ لعبة كرة السلة. بابل، فريق من بابل 60 نقطة، وكركوك 54. اوكي، بابل won the game. اوكي، بابل won the game، ربح اللعبة. كركوك lost the game، كركوك lost، خسر اللعبة. بابل بيت كركوك، بابل انتصر وتغلب على كركوك. كركوك lost to، خسر لبابل. هاي lost to، خسر لبابل. اوكي، كركوك خسر لبابل. هاي نكتشفها باللون الاحمر، وهسه انا قلت لكم معناها. read and work out the conversation، اقرا واكتشف this conversation، هذه المحادثه. then listen and check، ثم استمع وتحقق الاجابات اللي عندك. طبعا هاي اعزائي حليت لكم اياها، اني حليت لكم اياها، هاي موجوده، لكن افضل طبعا انه مثلا انه بالاخر الكتاب. هذه طبعا هي المحادثة اللي دارت ما بين هلال وسمير. اوكي، هنا تكون شوية اوضح. هاي طبعا على فكرة اخذناها بالكاميرا بالتليفون، لان هما موجودة بالكتاب اللي الالكتروني. سمير طبعا، هنا سمير وهلال. سمير شو يقول له؟ سمير: that was awful، how did we lose، ذلك كان مريعا، او يعني شيء مريع. how did we lose، كيف نحن خسرنا. سمير شو يقول له؟ سمير: it was my fault، كانت غلطتي هلال. it was terrible، كان الامر فظيعا. هلال يقول له you، يعني ليش يقول له you بصيغه سؤال؟ ليش يقول له you؟ يقول له انت، يعني مو قال له غلطتي، يقول له انت، يقول له at least، على الاقل you won a few points، على الاقل انت ربحت او كسبت بعض النقاط، قليل من النقاط. يقول له سمير: what، ماذا؟ you won more points than I did، انت كسبت نقاط اكثر من عندي اني. let's face it، لنواجه الامر. face it، يواجه، لنواجه الامر. we are not fit، نحن لم نكن لائقين، لم نكن رشيقين. هلال قال له I know، انا اعرف. other people are fitter than us، الناس الاخرين يعني اللاعبين الاخرين كانوا ارشق من عندنا. and they can run faster، وهم يستطيعون الركض بسرعة. they can beat us at anything، هم يستطيعون ان يتغلبوا علينا في اي شيء. سمير: what can we do، ماذا يمكننا ان نفعل. we have to get fitter، يجب علينا ان نكون اكثر لياقة. هلال قال: let's have a competition، لنقم بمنافسة. just you against me، انت مقابل انا، انت مقابل او ضد ضدي، انت مقابل يعني انت مقابل اني او انت مقابل ضدي. قال له: good idea، فكرة حسنة. we will have a 100 meters race، نحن سوف نقوم بسباق 100 متر. a swimming race، والسباق السباحة. and we'll do the high jump، وسوف نقوم بالقفز العالي. هلال قال له: high jump، but I jumped higher than you، ولكنني اقفز اعلى منك. لكني انا قفزت اعلى منك last week، الاسبوع الماضي. that wasn't in a competition، ذلك لم يكن في منافسة. okay، when shall we have it، متى يمكننا ان نقوم بذلك. هلال قال: next week، and في عطلة نهاية الاسبوع القادمة. swimming، running and high jump، okay، السباحة والركض والقفز العالي. قفز العالي، اوكي، حسن. سمير قال له: اوكي، I'll see it next weekend at the sports center، اوكي، I'll see you، انا سوف اراك في عطلة نهاية الاسبوع القادمة at sports center، في المركز الرياضي. هاي اعزائي طبعا تقدرون تلقوها بصفحة 99، هاي المحاورة. اوكي، هسه نرجع لها هنا اعزائي، نرجع إلها. أوكي، لازم نشوفها هنا. يقول لها سمير: what was awful، did we lose. واحد، إذن الواحد راح يكون، على الإف. واحد راح يكون على الإف. التو راح يكون على السي. التو راح يكون هنا على السي. أوكي،
2 راح يكون على السي، 3 راح يكون على الاي، 4 راح يكون على الدي، و 5 راح يكون وين؟ 5 راح يكون على البي، و 6 راح تكون على الاي. تقدرون انتم اعزائي تاشروها تشيكوا هاي المحاوره اللي صارت. يقول لي now read the conversation aloud، والان اقرا المحادثه بصوت عالي. How do the students feel؟ كيف الطلبه يشعرون؟ friendly ودودين، angry غاضبين، happy سعيدين، sad حزينين. اوكي يا اعزائي.